ويا الفحول لما يفك الباب البدوق او يكسره او يطلع طريقه اخرى، خاصه لما يطلع بالليل الاستاذ ما ادري عنه او ما يسمعه، ممكن يقعد ساعات يتضارب مع الحصن او الافراس او الخيل الاخرى ثم يمسك ويدري عنه. عاده الفحل ينطلق يروح للفحول ما يروح للافراس، يروح للفحل اللي يحس انه هو مسيطر في الاسطبل فيتضاربون، عكس المهره والفحل اللي توه صغير ما يروح للفحول، يروح للافراس على طول. الفحل اللي عايز دق عاده يروح للفحل ويتضارب معه ثم بعد ساعات او دقائق يرجع للافراس. عموما لما يحصل شيء يتزلق حصان ذا يتزلق حصان ذا، اولا نقاط مهمه في الموضوع هذا، شيك على الجميع وليس على اللي ينطلق فقط. قد تكون الخيل الاخرى اعطت الفحل قطعتك تسقل وتعور او تارى عراقيبه الى اخره، فشيك على جميع خيل الاسطبل وليس حصانين، سواء اللي تضاربوا او الخيل الاخرى لعبت لعب قوي زايد على اللزوم. ثانيا اذا كان الانطلاق حصل قبل اكل ولعبوا لعب زايد اخر لك شوي، الحصان بالحركه اللي سواها نفسيا وجسميا في بدوك كانك مشغله اقوى شغل برا، فعاملك انه حصان مكروف بالشغل موضوع الاكل والشرب، تاخير الاكل شوي تاخير الشرب شوي التغسيل الى اخره. ثالثا اذا كان الحصان بيشتغل اللي مضروب او داخل بدوك او اللي انطلق شيك عليه قبل الركوب، وفي الركوب راع فكره انه كرف نفسه قبل ما يطلع، حصان منطلق في الليل وكارف نفسه او الخيل الاخرى كرفت نفسها ولعبت، جاي تشغله بعد كم ساعه العصر مثلا او الليل الثاني الى اخره، الحصان مثلا يعتبر امس مشتغل شغل قوي، ما انا ما اشتغل اللي سواه في بدوك كان شغل. ف راعي النقاط هذه كلها، انك بالنهايه مو بآلة او سياره او حتى السياره، لو جيت ركبت سياره بتدور فيها الرياض وانت مسافر فيها ماسك فيها خط ما راح يكون ادائها زي سياره سكات مرتاحه. فنفس الفكره في الخيل، اذا كان الحصان سوى شيء في كرف زايد عن اللزوم تجنب فكره ركوبه بنفس الروتين اللي كنت تسويه عاده. طيب كيف اعرف انه يحتاج كم من الشغل او تقليل الشغل او زيت الى اخره؟ احساس. الحصان مو بسياره تشوف مقياس عيونك تشوفه مثلا طبلون وغيره، حس نشيط حرك مو بنشيط خلف مسار، العادة هذه بينا بس مو بنشيط، واحس ان عدم النشاط له علاقة بالكرف اللي سواه، لانه خب والعكس صحيح. اذا حاول تحس بالحصان كان الحصان اشتغل، هل هو جاهز للشغل اللي انت تبغاه او لا، سواء الحصان اللي طلع او الحصان اللي ينطلع عليه او الخيل الاخرى اللي قاعد تتفرج وتحمست.